يلا هلا الكتاب راح نستخدمه ان شاء الله على صفحه 80، بس بعد شوي. هلا نحن حلينا نمط اسئله يوميتها، نمط اسئله انه اذا في عنا هيك مثل هيك شيء، يعني حلينا يمكن انه في عنا حجر كتلتين وكذا وعلى افق، يعني على سرى بعضهم مثلا ملزوقات ببعضهم او بيناتهم مثلا ايش اسمها حبله او كذا. حلينا كثير أمثلة نفس النمط يعني، فلذلك اليوم راح نحل شيء شبيه شوي بس مع اختلاف يعني شوي بسيط. لذلك سجلونا رقم واحد على الشات بس نتأكد. أوكي صوت تمام. أوكي أستاذ بصير أسجل رقم 2؟ حط رقم اثنين أحمد ولا يهمك، عندك فوبيا من رقم واحد. تمام تمام أستاذ أسامة. طيب يلا ماشي، يلا معناتها بنحل هذا السؤال. هلا بتتذكروا مثل كل مرة يعني مثل حل هيك سؤال شو بنحله، طبعا له طريقة حل معينة فأكيد أنتم حافظينها، فلذلك أنا بعتمد إنه أنتم عارفينها وحافظينها هذا مثل هيك سؤال كل شو كنا نحل. طيب لذلك مباشرة بنبلش بحل هذا السؤال، فلازم نقرأ أول شيء السؤال مثل كل مرة مشان نعرف شو هن المعطيات الموجودة عنا لحل هيك أسئلة. أول شيء هذا السؤال موجود في التيست رقم 4، أول سؤال من البي دي إف يلي عم تشتغل فيه الأنسة تبعية المدرسة عند الشباب، لذلك والأسئلة كتير بتشبه تبع الكتاب، لذلك عم نحاول نحل من الطرفين سواء كان من الكتاب أو من البي دي إف تيستات. طيب معناتها أول شيء لازم نقرأ السؤال، عشان نقرأ السؤال في هاي الكلمة اللي راح تغير لنا مجرى الحل وتسهل لنا اياه اكثر بكثير من حل الاسئله اللي اخذناهم قبل هالمره، يعني راح تختصر لنا مراحل. يعني كان عندنا بيرنجا اضم، ايكنجا اضم، تشنجا اضم، ودوردنجا اضم، هلا هون على الاغلب ما راح يكون عندنا دورت اضم، يعني راح نقلصهم لاقل. ليش؟ لانه عندنا كلمه سورتون ماسيز باللغه التركيه، اذا حطينا كلمه سورتون ماسيز يعني بدون سورتون ما، يعني بدون احتكاك، يعني هون ما في احتكاك، يعني هون ما راح نحسب شيء اسمه هاي هيك اف هيك اف اس، ما راح نحسبه. ليش؟ لانه هو عبقلنا الاورطام سورتون مسيز، يعني السيستم هون عندنا سورتون مسيز، يعني هو عبقلنا البرنجا اضم والاكنجا اضم ترى خلص محذوفات عندك، ما تحسبهم ما تحلهم، يعني بختصر لك من الحل. لذلك يعني هون قدم لنا فضل كبير علينا، لذلك لما قلنا سورتون ماسيز ما ضل عندنا شيء اسمه اف اس، خلاص راحوا من عندنا. طيب اعطانا هون كتلتين، ولاحظوا ان هن ملزوقات ببعض ما مربوطات بحبله، يعني الشغله اللي نحن تعودنا عليها هدول لما يكون ملزوقات ببعضهم كتلتين، كتله مسمين اياها كتله صغيره مسمين اياها اكس، وكتله اكبر منها بشوي مسمين اياها يا. وعيطيني يعني الكتل تبعته، مثلا هاي الصغيرة 4 كيلو والكبيرة 5 كيلو، يعني هاي 4 كيلو وهدي 5 كيلو. تمام، وعيطيني قوة اللي هي 18 نيوتن، هاي القوة تبعية شو اسمه اللي عم بتجرهم على اليمين بقيمة 18 نيوتن. طبعا هاي راح نعوضها على شكل بوزيتيف، يعني راح نعوضها موجب. طيب معناتها هلا رح نروح نكتب المعطيات، لما نكتب المعطيات بنحط هون مثلا ام اكس، ما هيك هيك بنقول ام اكس تساوي 4 تساوي 4. تمام اوكي، والام الياء شو تساوي؟ كذا ام الياء تساوي 5. تمام، والجا شو تساوي؟ الجا صغيرة اللي متعودين عليها نحن، الجا صغيرة تساوي كم؟ 10، ما هيك دائما. طيب هاي الجا صغيرة ذاتها ما راح تلزمنا هالمرة الجا. طيب وشو عندنا كمان؟ الاف كمان هو يعطيني الاف، الاف تساوي 18، ما هيك؟ تمام، هدول الشغلات نحن مسميهم معطيات، يعني هاي اي طالب قوي سواء كان قوي او ضعيف، هدول المعطيات لازم مباشرة بدون اي تأني او كذا يحطهم عنده مباشرة، لانه معطيات ما هو حل مسألة بس معطيات. هلا بعد ما حطينا هدول المعطيات عم بقول لي طبعا نحذف الاف الاس لانه هي ما راح تكون موجوده معنا. تمام، بعد ما حطينا هدول المعطيات حدا عم بعاني من المعطيات مثلا ما
صعب يطالع المعطيات او كذا، او شلون طالعنا المعطيات او كذا. اوكي طيب، هلا المعطيات ذاتها سهله صارت والكل صار يعرفها. بعدين بعد ما حطينا هدول هيك الكلام الفلسفي ثلاث اسطر وكذا، عب قلنا بونجره. طيب بونجره وفقا لهذه المعطيات حركه سوري سنجا اكس كوبو ي كوبونو قد نيوتن لوك كوفيت لا ايتر. يعني نحسب شيء اسمه اف، هيك اف اكس ي، هي راح نحسبها. استاذ نحن هاي المسألة حلينا عليها بيجي شيء 15 وحدة، يعني هاي سهلة علينا. بس هون عم قلنا سورة المسيس، يعني ايش راح يصير؟ قال اللي راح يصير هو كالتالي، انه البرنجي اضم والاكنجي اضم اللي كنا تعودنا عليها نحسب فيها الاف اس خلاص طارت، ما في، بروح مباشرة على الاكنجي اضم. برجع بعيد انه هون هاي المسألة شلون بدي احلها؟ هاي المسألة حلينا مثلها كتير كتير، لكن هذيك حليناها على السورتون مالي، يعني في سورتون ما، هون سورتون ماسيز، يعني البرنجي اضم والاكنجي اضم طار وما ضل، لا برنجي اضم ولا اكنجي اضم، خلاص نروح فوق مباشرة على الاتشنجو اضم والدوردنجو اضم. تمام، اساس بالاتشنجو اضم كنا نحسب الا سيستم، ايه صح، وهون راح نحسب الا سيستم. فخلينا هلا نروح نشوف الحل على الورقة طبعا، والمعطيات وكل شيء على الورقة، بس احفظوا الكتل، ايش قد الكتلة صغيرة، ايش قد الكتلة كبيرة، ايش قد الكتلة صغيرة 4، الكتلة كبيرة 5، والقوة 18 نيوتن. تمام، هلا بنروح على الصورة تبعية الحل. اوكي باردون، تمام لحظة نمسح الشاشة. تمام اوكي، هذا الحل، هلا بنكبره شوي. تمام اوكي، هلا بعد ما حطينا المعطيات، تعرفوا بنحط نحن المعطيات، هاي اول معطيات هي اللي هي ام اكس تساوي 4، نحن حطيناها هون معطيات عادية. بعدين ام الياء تساوي 5 كيلو، بعدين الاف تساوي 18 نيوتن، الجا تساوي 10، هو طلب مني اف اكس يا. هلا بعد ما حطينا هدول، نحن اتفقنا انه لما كنا نحسب هيك مسألة كنا نحسبها خلال 4 خطوات، برنجي اضم، اكنجي اضم، اجنجي اضم، دوردنجي اضم. إيه هلا بما انه الاورتام سورتون ميسيز، لذلك البرنجي اضم والاكنجي اضم راحوا، صفى عنا نحسب الاجنجي اضم والدوردنجي اضم، يعني خطوتين. طيب اول شيء شو بنعمل؟ نكتب مثل ما تعودنا اف نت تساوي ام ا، يعني هون ا سيستم ذاتا. اذا كتبنا كلمه ا سيستم او ما كتبنا سيستم عادي ما في مشكله، المهم نحط حرف الا. بعدين الا شو كانت اسمها بالتركي؟ مين مذكرنا بس؟ الاف ما استاذ هذا اف ما. طيب هلا بعد ما حطينا الاف نت تساوي ام ا، شو اللي عم باثر علي؟ اللي عم باثر على السيستم ما عم باثر علي غير قوه واحده بس، اللي هي الاف، اللي هو قوة السحب يلي نحن عم نجرها من اليسار لليمين، أخذناها موجبة ليش؟ لأنه هي اتجاهها على اليمين. ومين في عندي بالطرف الثاني من الكتل؟ الكتل ما في غير كتلتين، ام اكس وام الياء، بنحطهم بنجمعهم ونضرب بالآ. هلأ تصوروا إنه كل شيء عندي واضح ما عدا الآ، يعني الآ مجهول. فأنا بدي أروح أحسب الآ. إي تمام، أستاذ بنعوض محل الإف 18. منين جبنا 18 يا أستاذ؟ 18 موجودة في المسألة بالمعطيات. طيب بنروح بنعوض محل الام اكس 4 وام الياء 5، وبنجمع مع بعضهم بيساوي 9. طيب نرجع بنعيد، 9 منين اجت؟ جمعنا ام الاكس وام الياء، ام الاكس تساوي 4 وام الياء تساوي 5، بنجمع مع بعضهم بيطلع معنا 9 شارب ا. وصلنا لحديت هون، بتذكروا هون لما نوصل لحديت هون شو بنعمل؟ اما بنقسم على امثال المجهول او بنقول الحر على المقيد. الحر عندي هون مثلا 18 والمقيد هو 9، بنروح بنقول اه تساوي 18 تقسيم 9 تساوي 2، والواحده تبعها متر بالثانيه قرأ. ركزوا بهي المساله كثير لانه راح نحل عليها بعد شوي كمان كم مساله، لذلك ركزوا فيها كثير كثير. شلون حلينا اول خطوه؟ اول خطوه حلينا حطينا اف نت تساوي ام اه، وعوضنا تعويض، الاف موجوده عندي هي 18 والكتل الموجودات عندي، بس ضل الـ R راح احسبها. حسابها جدا بسيط عن طريق هاي الخطوه. هلا بعد ما حسبنا الايف ما، بدنا نروح نعمل حركه شوي بالرسمه. بتذكروا نحن بنلغي او بنحذف كتله من الكتل اللي على اليسار، بنحذفها بنحط عليها اكس، تذكرتوا هيك شيء؟ هلا لما اروح على الرسمه
اوكي، هاي الرسمه. الرسمه بما انه نحن نحسب القوه اللي بتروح من هون من عند الاكس لعند الياء، فنحن المفعول به اللي هو الياء بده يتم معنا. مين اللي راح يروح؟ الاكس راح نحذفها وكانه مش موجوده، لذلك بنحذف الاكس وبنعيف الياء على حالها. بعدين بنروح بنعوض تعويض عادي مثل ما بنعرف، بنعوض اول شيء بنكتب اف نت. هلا مثل ما نشوف بالحال، تمام هون سنحي هدول الاشياء. اوكي تمام. طيب هلا بس نكبر الصوره. تمام، هلا هون بدنا نحط الخطوه الثانيه. بعد ما نحط الخطوه الثانيه بنقول هون بنركز على الياء. طبعا هون كتبت بالعربي علشان تعرفوا انه اللي على اليمين بنركز عليه، يعني على الياء. طيب الاكس استاذ بنمحيها، الاكس بنمحيها، نحن بس بنركز على المفعول به بس، يعني على اللي نحن عم ناثر عليه. بعدين بنحط اف نت تساوي ام ار، ذات هذا القانون خلاص ما بقى حدا ينساه نهائيا. اف نت تساوي ام ار. هسه شو هي الاشاره؟ هي هيك الاشاره، هي الاشاره تبعية الجمع. ما هي خط، ما هي مهمه كثير كثير، بس هي اشاره تبعية الجمع انه بحيث تعرفوها. طيب بعدين اف نت ايش راح نحط بداله اللي بدنا نحن نحسبها؟ اف اكس يا. بعدين على الطرف الثاني، مو نحن مسحنا كتله الاكس، مسحناها، معناته ما راح نحطها، بنحط بس كتلة الام تبعية الياء. طيب اوكي، بنحط الام تبعية الياء وشارب اه. مين مجهول عندي؟ مجهول عندي اف اكس يا، هذا هو المجهول اللي انا ذاتا بدي اوصل له. اف اكس يا مجهول وزمان ضعيفها حاله، الام اللي موجودة عندي لانه هو يعطيني اياها، والا نحن حسبناها هون طلعت معنا 2، فبنروح نضرب 5 ضرب 2 تساوي 10 نيوتن، فهون بيطلع معي الجواب لازم يكون 10 نيوتن. طيب هذه المسألة في شيء استاذ حصل هذا اسهل تبع السورة بكثير بكثير والله، هذا هون يعني عندك طريق، نعم هون بس طريقتين، اما ايوه هذاك عندك اربع ايوه خطوتين. حتى هذاك يا احمد صحيح 4 خطوات، بس الخطوة الاولى والثانية يعني ما فيها التعجيئات، يعني خلاص تعودتوا عليهم، سواء كان موجودة او ما موجودة صاروا يعني عاديات عندكم. يعني مثل هدول هلا استاذ، اول خطوتين هيك بشبه. بالضبط. طيب معناتها خلاص هذا خلاص، هلا لما يصير يجيكم كتلتين على مستوى افقي سواء كان ملزوقات ببعضهم او مربوطات بحبله، صاروا عندكم اسهل من هيك ما في، لانه صار حلينا عليهم اكثر من كثير مسائل كثير يعني، ونفس النمط ونفس الحل ونفس كل شيء، بس غير اعداد، بس غير اعداد. طيب استاذ كمان حل لنا وحده. تمام ما في مشكله، يلا معناتها بنروح هلا ناخذ مثال ثاني وبنحل عليه. حاليا راح ابعث لكم انا ذاتا بعد الدرس مثل كل مره ببعث لكم هدول الاشياء اللي احنا عم نحلهم هلا. طيب راح نحل واحد تاني كمان على نفس النمط، بس انتم حاولوا على ورقه مسوده اذا جنبكم هلا تحلوا على ورقه مسوده. طيب راح بس نروح على السؤال. طيب السؤال هذه استاذ والله ام تو قلت لنا سهل ومثل هاد وكذا، شلون هم تو هنيك كتلتين وهون 3 كتل؟ شو يعني؟ طيب ما صار شيء، هنيك هنيك كتلتين بعرف، بس هون 3 كتل ما راح يختلف كتير الحل. يعني هنيك انتوا تحطوا مثلا ام كا وام لا بتجمعوه، هون لا بتجمعوا 3، يعني راح تجمعوهم 3 بدل 2 3. حلو وشوفوا ايش قد يطلع معكم الجواب على المسودة، خذوا وقتكم. طبعا كمان هون ما في سورة المها، يعني هون سورة المسيز، يعني مثل هنيك مثل ام توا سورة المسيز، يعني ما راح تحسبوا اف اس، حسبوها وحطوا لي جواب على التشات على الاوزال. يعني استاذ بس معلش ترجع لنا هذيك الورقة، معناتها طيب اوكي ثواني راح ارجعها، بس بس تحطوا بس عندكم المعطيات هدول، بس المعطيات تحطوهم عشان نروح نقلب على هذيك المسألة. اخذت المعطيات. أخذت المعطيات تمام، بس نستنى 10 ثواني بس، اللي ما كتب معطيات يكتب المعطيات، نروح على الحل تبع هذيك المسألة. راح أروح على الحل. تفضل. هاي الحل المسألة اللي أمتو حليناها. تمام. هون كان عندي كتلتين. فهون اللي اختلف معي انه صار عندكم 3 كتل، بس هذا اللي اختلف عنكم.
ثلاث كتل. تمام استاذ. طيب انا هلا عم تجيني على تشات رسائل فعلى الخاص اكيد، ما هيك؟ فلذلك حاولوا تبعتوا لي على الخاص الحل. أستاذ جواب خمسة على الخاص تبعت جميع. الإدمان. طيب ماشي، تبعت الإدمة خمسة قصدك؟ تمام، تبعت الإدمة بطلع خمسة، بدنا الجواب بس على الخاص إيه دايركت مسج. تمام، هلا الجواب تحتاني. هل أعطانا جواب حمزة؟ بس نشوف إذا صح أو خطأ. أستاذ معلي السؤال، تفضل. أستاذ نحن قبل شوي حذفنا الإكس، بس هلا عندنا ثلاث قيم نحن. معناتها بس نعيف المفعول به، مين المفعول حذفنا به؟ آخر وحدة. اي هو اخر وحده المفعول به فبنعيفه وبنحذف البقيه. تمام، بس معناتها تحول لنا عليه قديش؟ اثنين مو؟ ايه والله اثنين. ايه اثنين، الكم كيلو؟ اثنين، 2 كيلو. نعم. ايه تمام. طيب وحلا جابت لنا الحل كمان، برافو حلا، ممتاز. هلا حمزه ثانيه يعني، بس وانا جبت عمر الحل كمان وعبد. برافو، عمر برافو، احمد ما شاء الله. ايه ثواني، هلا هي ما شاء الله. حمزة جاوبني بورصة، بس أنا شو اسمه الاختيارات مو مهمة الموجودات عندي. ثواني بس أشوف حمزة. طيب رح نرجع معناتها للمسألة عشان نشوف الأجوبة. هلا بالفعل أنتم طلع معكم الجواب صح كلكم، تمام، جواب بورصة، برافو كمان حمزة، جواب بورصة. خلاص معناتها صارت عنكم هاي المسألة يعني أسهل منها ما في. هلا ماشي، بنروح نشوف الحل على الترتيب اللي حاططه أنا على ورقة أيضا. لاحظوا أنا كل أستاذ ما هي يمكن أسهل المسائل. هي أسهل مسائل، هدول ما في شيء. طيب هلا هون أستاذ ما حليتها كتابة طاولة، حليتها شفهي كلها. والله حلو، تمام. والله العظيم هلا بيك. إذا أجاكم تيست حلوا شفهي عادي، بس لما بجيكم كلاسيك حاول يعني حطوا خطوات عشان الأستاذ إذا بده يشوف الخطوات يعني بشكل عام قوانين وكذا. طيب لاحظوا هون باللون الازرق هذا اللي انا هلا عم برسمه، هدول انا دائما متعود احطهم المعطيات لانه بريحوني كثير، بريحوني بالمساله، ولما بشوفهم برتاح لانه بشوف شغلات موجوده عندي. اللي ما هو موجوده عندي هي اف لا باي اللي هي هي الاخيره اللي انا راح احسبها. طيب اول شيء نتفق على الرمز، اكيد هلا انتم طلع معكم 10 بس هو رمزه، مثلا رمزه اف لا با. استاذ والله وليش حطيت لنا اللا والبا؟ منين اجوا هدول؟ اللا والبا هو عم بقول لي الكتلة لا بتأثر على البا، لذلك نحن بناخذ اف لا با. تذكروا شيء اسمه بالجوزلانان وجوزلام جي، مثلا في ا با هيك شغلات وكذا بتذكروا، يعني مثل هالنمط هذا يعني نفس السيستم. فاف لا با تساوي قد؟ اول خطوه بنروح بنحط اف نت تساوي ام ار، صار الظاهر كان سهل كثير علينا. بعدين بنقول الاف وحده بس عندنا اياها ذات ما بتاثر علينا غير هي 25 نيوتن، وبالطرف الثاني بنحط 3 كتل. استاذ منين جبنا 3 كتل؟ هو عطيني عن ذاته. بعدين بنضرب بالا، كلياتهم موجودات عندي الا الا ما هي موجوده، بنروح بنعوضهم، 25 تساوي 5 ا. استاذ في عندك 3 قيم فوق وهون حاطط بس قيمه وحده اللي هي 5، منين اجت؟ انا جمعتهم مباشره، ام الكا 2 وام اللا 1 وام البا 2، بنروح بنجمعهم بيطلعوا 5. بعدين نوصل لهي المرحلة، ايش دعم هون استاذ؟ معروفة، اما بنقسم على امثال المجهول او بنقول حر على المقيد. تمام، هون الحر 25 والمقيد 5، بنقسم 25 على 5 بيطلع معنا 5 متر على الثانية كاري. بعدين بروح على الخطوة رقم 2، برجع بكتب اف نت تساوي ام شاربو ا، بس هون بدي انتبه انه بدي احذف كل شيء واعرف المفعول به، المفعول به هو الكتلة با اللي هي على اليمين. ليش هاي الخطوة هيك؟ لأنه نحن بس بدنا نحسب بس القوة اللي عم بتأثر على هاي الكتلة. فبنقول F لا با تساوي M با شارب A. ليش حطينا بس ال M با؟ لأنه نحن هاي الكتلة عرفناها، لأنه هاي الكتلة نحن بنحسب شو قد القوة اللي عم تتأثر فيها. ال F لا با ذاتا مجهول أنا بدي أحسبه، ال M با ذاتا هو بيعطيني اياها بهذه المساله، والا ذاتا انا حسبتها بيطلع معي الجواب 2 ضرب 5 يساوي 10 نيوتن. وحلكم يعني حلتوه صح، وما طولت معكم اكثر من دقيقه، ما طولت. طيب معناتها اوكي خلاص، انا هي كمان راح ابعتكم اياها على الواتساب، هي الصوره كمان كل شيء. أستاذ اي احمد
العبادة طلع من الدرس لأنه ما عم يفهم شيء، ايه ولأنه عنده درس شوي بغير إيش كان اسمه، ايه لأنه ما عم بفهم هون ولا عم بفهم هونيك. ايه تمام، يعني عنده درس تاني كمان. تمام اوكي عادي، مش مشكلة. تمام ولا يهمه، بيحضر على شو اسمه على اليوتيوب. قلت له بتحضر على اليوتيوب عادي. ايه عادي تمام ولا يهمه. ايه طيب خلاص، هلا هيك مسألة صرنا نعرف نحل مثلها. شو ما اجت تجي استاذ، اذا اجت لنا صورة مالية بطول الحل، بس بيطول الحل هنيك، بس بدنا نحسب اف اس يعني زياده علينا، بس اف اس واف الاس ذاتا والله سهله صارت، يعني اسهل منها ما في ذاتا. واذا اجانا صوره الماسيز ذاتا كمان سهله. طيب ذاتا اذا اجتنا صوره الماسيز لسه اسهل واسهل، يعني هل مختصر الحل وهل سهل كمان. طيب يلا، معناتها هلا شو راح نعمل؟ ثواني بس نشوف الخطه اللي عندي. ايه راح نروح على نموذج مختلف هالمره اليوم، تمين على 3 دروس على نفس النموذج الأسئلة. هلا راح شوي نختلف بالنموذج، ولكن كمان له طريقة حل وكمان سهلة. طيب النموذج هو موجود في الكتاب الصفحة 80، فإذا موجود عندكم هذا الكتاب جنبكم صفحة 80 سؤال رقم 3. هذا النموذج، هذا النموذج الجديد، لذلك راح نحله هلا. يفضل انه يكون معكم الكتاب، لانه انا ممكن بس افتح على صفحة الحل، على صوت الحل عشان نستفيد من الشاشة. طيب استاذ بس داي عم جيب الكتب. يلا انا عم بستنى زلطة. عمر عم تسمعنا؟ شلونك؟ عندك مجال تفتح أهلا أستاذ، هذه سبيكر؟ ايه شو اخبارك عمر؟ إيه وين والله صاحبك؟ بخير، العصابة؟ والله النت عنده كثير ضعيف، النت عنده ضعيف يا حيف، مركب فضائي معناته مو؟ لا مركب أرضي، ايوه طيب يلا على خير، تابع معناته على اليوتيوب. يلا على اليوتيوب هو هيك، ايوه تمام. يلا اذا جبتوا الكتب يلا خلينا نبلش معناته بالحال. جبناهن أستاذ، تمام جبناهن. يلا صفحة 80 سؤال رقم 3. أستاذ إيش هو هذه؟ نحن تعودنا على أرض مساوية وكون حجر يعني كرتونتين جنب بعضهم، هذا تعودنا عليه. إيش هو هي؟ جيب لي بكرة وما بكرة، وحاطط لي هون كتلة شغل الميزان وما ميزان، هدول الشغلات. طيب ما في مشكلة، سهلة علينا راح تكون، بس تابعوا معي. أول شيء تعودنا على بالمسائل نحط المعطيات، هاي الشغلة لازم الكل يعرفها أو الكل يقدر يحطهم. المعطيات ذاتاً عطيني إياها بشكل واضح جداً من دون ما أكتبها ذاتاً. أنتوا بالحال هلا بورجيكم شلون أنا كاتبها على الورقة. ام 1 تساوي 4 كيلوغرام، وذاتاً هي مبين عليها كبيرة، يعني مو زرقاء مبين عليها كبيرة 4 كيلوغرام، وهي ام 2 تساوي 1 كيلوغرام. هلا راح اشرح لكم شو هالشكل هذه، لأنه راح يمر معنا أكثر من 3 4 أو 5 مسائل هلا اليوم أو بكرة كمان. هذا الشكل هون في عندنا بكرة، هي البكرة يعني الحبل هون بتحرك، يعني مثلا هي مو 4 كيلو اللي على اليسار، هي بتشدها لهديك الخضرة، يعني بنزل لتحت على اليسار لتحت بينزل، ليش؟ لأنه اللي على اليسار أثقل من على اليمين، وهذا حبل مربوط بحبل، وهون هي بكرة مثبتة مثلا بالسقف، خلينا نقول مثبتة بالسقف. فهيك مسألة راح تمر معنا كثير عشان تعرفوا إنه شو هاي الدويرة وهي الحديدة وهذه وذاتها. فهي نعتبر انه في سقف هون ومربوط، وفي هون بكره وفي كتلتين مربوطات بحبل، وهي الحبل ممكن يتحرك يمين وشمال. هلا هون شو بده يتحرك؟ بده يتحرك على اليسار، يعني ليش؟ لانه كتله الاربعه كيلو اكثر من الواحد كيلو، وهكذا مثل الميزان يعني. طيب هلا لاحظوا معي اول كلمه بالمساله، اذا شفتوا كلمه سورتون ماسيز، يعني هو يعني مثل قطعه حلوى او جاتو يعني بالنسبه لكم، لانه السورتون ماسيز راح يريحكم من كثير شغلات. السورتون ماسيز راح تريح لكم من حساب الاف اس، هون ما راح يضل عنكم اف اس. سورتون ماسيز يعني مساله سهله مباشره. استاذ السورتون مالي كمان مساله سهله، لانه خلاص صرتوا انتم كمان تتعودوا على السورتون مالي، يعني عادي كمان ما في هالصعوبه القصوى يعني.
طيب هون طلب مني انه في عندنا صورة الماسيس سيستم با ام واحد وام اثنين كتلة ليجي سيميلار سير باست براكل دوندا، يعني لما نحن بنتركهم على حالهم شو بيصير؟ هلا بدنا نعرف في شغلتين هو طالبه مني، اول وحده طالب مني سيستمين اف ماسي قاتش متر بالثانيه كاري ولور. يلي بده يحل هيك مساله وما بيعرف ايش معنى كلمه اف ما، لذلك ما راح يقدر يحل، لانه كلمه اف ما لازم واحد يعرف شو معناتها وشو رمزها، رمزها هو الا. فهو طالب مني الا، ا قاتشتر ديور، ا قاتش. وطالب مني الطلب الثاني ابتكي جاري المقوة تا قاشتر، كمان طالب مني شيء اسمه تا جاري ما، شو معناتها؟ توتر او شد. شد هون مو في الحبل، بصير في عندنا قوة شد هون بالحبل، فبدنا نحسب هاي القوة ايش قد، يعني ايش قد تساوي. بس افهم هلا الاف ما شلون بدنا نحسبها اذا ما اعطانا الاف؟ حلو كتير. هلا هون تمام، هلا هون اف ما موجود عندي صح، لذلك هي المسألة بتختلف عن المسائل هذوك، يعني هذا النمط راح يختلف شوي، راح يختلف بس شو نضلك يعني له طريقة حل سهلة يعني، ولسه أسهل من هذاك كمان. فهلا بنشوف شو بدنا نحسب الأ. هونيك كنا نحسب الأ عن طريق الإف نت تساوي إم تشاربو أو هدول الشغلات، وهون كان في عندنا إف، وهون تقريبا شيء بيشبه. طيب يلا بننتقل معناتها لورقة الحل، ولكن بما انه عندكم الكتاب فما راح نرجع لهي الصورة، راح مباشرة نروح لورقة الحل وانتم تابعوا من الكتاب بالمعطيات اللي عندكم. طيب نروح لورقة الحل، ثواني بس هبدأ هاي المسألة. تمام اوكي هلا ايوه هاي شوي مغب الشيء، ولكن راح اكبرها شوي. ايه هلا المعطيات الموجوده عندنا ذاتا مثل ما انا دائما بتعود بحطهم هون على اليسار هيك، هدول هن المعطيات تبعات المساله. حطيناهم ما في ذاتا كلهم على بعضهم ثلاث معطيات، ام واحد تساوي اربعه وام اثنين تساوي واحد والجي تساوي عشره. بعدين طالب مني الطلب الاول الا كاشتر والطلب الثاني التا كاشتر. بعدين هلا علشان احل مثل هيك شغله، اول شيء بدي لكم كم عدد الخطوات. عدد الخطوات مشان نحل هيك مساله خطوتين فقط، خطوتين فقط، وسهلات كثير سهلات وبيشبهوا يعني المسائل اللي قبلها. طيب اول خطوه بنروح بنقول اف نت تساوي ام تشاربو ار. استاذ هذه نفس هذاك نفسه بالضبط. ايه تمام نفسه. هلا لما بدنا نجي نعوض، لما نجي نعوض لاحظوا معي على اليمين هون، على اليمين هي هي نفس هذيك بالضبط، بنعوض الكتله الموجوده عندنا اللي هي ام 1 زائد ام 2 تشاربو اه نفسها بالضبط. الطرف اليمين نفس باقي المسائل اللي حليناها نفسهم بالضبط. بعدين نيجي على الطرف اليسار، نحن متعودين بالطرف اليسار انه يكون في عندنا اف، بس هون ما في اف. طيب لما ما يكون في عندي اف وخصوصا مثل هيك مسألة، بدي أروح أحسب شيء اسمه أغرلك. هاي الأغرلك تبعها صاير ثواني بس إيه تمام. الأغرلك، الأغرلك اللي هو أذكركم فيه هون على الطرف اليمين هون بالمسودة، هون خلينا هيك مسودة. إيه أول شيء الأغرلك رمزه كان ج كبيرة، واحدته كانت نيوتن، وفي عنا شغلة كمان إنه الجا كانت تساوي هيك، جا تساوي قانون تبعها هيك تساوي الكتلة اللي هي الام شارب الجاذبية الأرضية شارب جا صغير. هاي هتلطم يعني، هاي تذكير بالشيء اللي أخذناه أول ما دخلنا على هالبلوم يوميتها بالهادي، كتبنا على اللوحة هاي بالجدول الرمزة كان جا كبيرة وحتى نيوتن، وكان ومنحسبها عن طريق الكتلة تشارب تشارب الجاذبية الأرضية. طيب هلا أول شيء بدي أعرف أنا السيستم لوين راح يتحرك مشان أعرف مين الموجب ومين السالب. السيستم راح يتحرك بالطرف الأقوى أو الأثقل. الأثقل مين؟ الإم البير، الإم واحد. ليش؟ لأنه 4 كيلو. بس هذيك لازم انا بقول الكبير بكون سالب والصغير بكون موجب.
هلا الكبير لا اللي هون بهالمسائل، مسألة البكرة، هاي البكرة اللي أثقل، واللي الحركة باتجاهها هو الموجب. يعني هون الحركة وين راح تكون؟ راح تكون بهذا الاتجاه، ما هيك؟ هيك. لذلك هون راح آخذ مين موجب؟ الام. الهاي موجبة راح آخذها، يعني ام واحد شار بيجا راح آخذها إشارتها بوزيتيف. ليش؟ لأنه الحركة باتجاهها وهي الأقوى، لذلك الحركة بما أنه باتجاهها فراح تكون موجبة. هديك راح اخذها بالعكس، لانه هديك ما عم بتساعد على الحركه، بالعكس هديك عم بتحاول انه تقلل الحركه، يعني عكس بعضهم، لذلك راح اخذها سالبه. هي القاعده تبعت الاشارات راح تمر معنا بشغله شيء 3 4 مسائل هلا بعد الاستراحه، كمان راح نحل مسائل عليها، لذلك راح ارجع اعيدها. تمام. هون في عندنا كتلتين، كتله كبيره تقلى 4 كيلو، وكتلة صغيرة تقلى 1 كيلو. الكبيرة على اليسار والصغيرة على اليمين، ومربوطين بحبل وبالبكرة. هلا ونحن تركناهم هلا هيك صار بس براكتك. وين راح يتحركوا؟ أكيد راح يتحركوا على اليسار. ليش؟ راح يتحركوا باتجاه الكتلة الأكبر الأثقل، كبير. وبالتالي شايفين هذا السهم اللي رسمه أنا هيك، هذا هيك إنه البكرة هيك راح يكون لف، راح تلف هيك بهذا الاتجاه. طيب لما بتلف بهذا الاتجاه مين بناخده موجب؟ يلي الاقوى، يلي هو الكتله الكبيره، يعني ام واحد شارب بجا باخذها هون بوزيتيف. استاذ ما لها اشاره، تمام، اللي ما له اشاره صار اشارته هون زائد، تمام. بعدين والكتله الصغيره يلي هي عكس الاتجاه، يعني هي عم بتقلل من الحركه، عم بتخفف من الحركه، راح اخذها سالبه، وهكذا. لذلك في المساله اللي بعدها راح، اذا انتم حليتوها لحالكم اعطيكم نقط، انه هيك راح تعملوا. الأقوى هو يكون إشارته، واللي باتجاه الحركة هو يكون إشارته موجبة، واللي عكس الحركة ويكون هو ضد الحركة وما بريد يتحرك اللي هو إشارته سالبة. طيب والطرف اليمين نحن اتفقنا هون ام واحد زائد ام اثنين شارب ذاتا، هي اعتقد ما فيها مشكلة، تمام. يلا منعوض، معناتها بعد ما عملنا هاي الشغلات بنروح احنا نعوض. استاذ والله شو نعوض؟ ايه ما في مشكلة، بدنا الام واحد شقاد الام واحد 4 والجا 10، بروح بضربهم بعضهم ونطلع معي 40. طيب بعدين ناقص، يلا الام 2 اعطيني اياها 1، والجا هو اعطيني اياها 10، 1 ضرب 10 10 ناقص 10، بعدين تساوي ام 1 زائد ام 2 تساوي 4 زائد 1 تساوي 5، عوضنا مباشرة 5. بعدين تشاركوا يلا هون على الطرف اليسار 40 ناقص 10 30، صفى عنا الحر على المقيد، يعني تساوي 30 على 5 وتساوي 6 متر بالثانية ترى. هي حكيت على السريع، أظن لأنه خلاص يعني صرتوا تعودوا على هالشغلة، إما الحر على المقيد أو نقسم على أمثال المجهول. طيب هي الخطوة الأولى لحل الـ A. نحن تعودنا بغير مسائل يكون عندنا F، هو ما في عندنا F، فشلون نحسب الـ A عن طريق هي الخطوات؟ أعتقد إنه ما كل هالشي يعني معقدة وصعبة وهيك، ما هي كتير يعني صعبة عادية، وذاتا إذا حلينا عليها هلأ أكثر من مسألة فراح تكون عليكم ذاتا أسهل وأسهل. طيب يلا معناتها بنروح على الخطوة الثانية. شو هي هلأ بالخطوة الثانية؟ بنرجع بنحط F نت تساوي M شارب. استاذ ما مسحت الفرق تبع الجاي على الزاوية، ها هذيك ما مسحت المسودة، يلا عادي ما مأثر علينا. يلا F نت تساوي M شارب يلا هاي، هذا القانون يمكن من كتر ما كتبتوه خلاص صار عندكم شو اسمه بصم يعني. ايه هلا ذات نضل معي دقيقة ونص عشان ننهي أول حلقة يعني اليوم. طيب بنحط اف نت تساوي ام شارب ا. هلا هون في عنا شغلة لازم نعملها، أول شيء لازم نشوف هيك شوي الرسمة، ايه تمام عشان نقدر نشوفها، تمام هيك. ايه هلا هو بده مني الجاري الماء اللي هي التوتر الموجود في الحبل. التوتر الموجود في الحبل بدنا نروح نحذف وحده ونعيف وحده، وحده من الكتل اللي حتضل معنا هنيك، كنا نحذف على اليسار دائما هيك الكتله على اليسار. هلا هون انا حذفت اني منهم، حذفت هي الكتله هي الصغيره حذفتها، انتم احذفوا اللي بدكم اياه، ولكن لما بتصيروا التعويض بتعوضوا بشكل جيد. انتم تعودوا على حذف مثلا على اليمين وتتركوا على اليسار. هلا الكتله على اليسار مين عم باثر عليها؟ عم باثر عليها الثقل يلي هو ام واحد شارب ج لتحت، واللي عم شده لفوق مين عم شده لفوق؟ ما في غيره والله، هالحبلة، الحبلة هي عم شده لفوق. ايه وهي الشد هاد اسمه التا، هي اسمها التا،
فهدول هن القوتين اللي عم بيأثروا عليها. طبعا بعد الاستراحة رح أرجع أعيد هاي الخطوة. طيب بنقول معناتها الام واحد جات عودنا ناخذها بوزيتيف لأنه هي باتجاه الحركة، والتا شو بناخذها نيجاتيف، ليش؟ لأنه عكس الحركة. تساوي مو نحن كبينا الكتلة اللي على اليمين، فما بنروح بنحط كتلتها، بنحط بس كتلة الكبيرة ام واحد شارب اه، ومنعوض بطلع معي التا، كله موجودات عندي إلا التا، لذلك لما بنعوض بنحسب بنقدر نحسب